بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اليوم أن أشارككم الإعلان عن مشروع جديد وحيوي في قطاع النقل العام في الدولة، والذي سوف يساهم في تسهيل ودعم وتشجيع استخدام وسائل النقل العام المتعددة من قبل المواطنين والمقيمين والزائرين، وسيخدم متطلبات التنمية المستدامة في دولتنا، ويقربنا خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. إن الوزارة وفي إطار سعيها الدائم لتقديم أفضل خدمات النقل والمواصلات للمواطنين والمقيمين، قامت بتنفيذ مشروعات تطوير شاملة للبنية التحتية للنقل العام في الدولة، بالتزامن مع تشغيل منظومة مواصلات متعددة الوسائط لتصل إلى قطاع النقل الآمن مترابط متكامل في الدولة. وفي هذا السياق، وتتويجاً لجهود الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأحدث تكنولوجيات تقنيات العصر، وبما يعزز من مكانة الدولة في مصاف دول النخبة في تطبيق أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، يسر الوزارة أن تعلن عن مباشرة التشغيل التجريبي للعلامة التجارية الموحدة لمنظومة النقل العام المتكاملة في دولة قطر صلة، والتي تهدف إلى ربط وتمكين جميع مستخدمي وسائل النقل العام في الدولة بجميع الوجهات المحلية من استخدام نظام موحد في إطار منظومة مواصلات متصلة وفق أحدث حلول التكنولوجيا الذكية المستخدمة في مجال النقل. إن تشغيل منظومة صلة سيساهم في تقديم أحدث خدمات النقل الذكية الآمنة والموثوقة، التي تهدف إلى تطوير سلوك مستخدمي وسائل النقل العام بطريقة إيجابية، وتسهيل استخدام وسائل النقل العام وجعلها خياراً عملياً ذكياً مفضلاً للمستخدمين. إن إطلاق صلة التجريبي في هذا التوقيت يكتسب أهمية كبيرة، إذ يأتي قبل عام واحد تقريباً من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، ونحن على ثقة تامة بأن تكون صلة إضافة قوية لهذا الحدث العالمي من خلال تسهيل وربط استخدام وسائل النقل العام داخل الدولة. في الختام، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع شركائنا الذين ساهموا في دعم مشروع صلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطعت قطر خطوات كبيرة في مجال توسيع نطاق شبكة النقل العام، ولكن طموحاتنا لا تقف عند هذا الحد، لذا سنواصل مسيرتنا حتى نحدث تغييرا جذريا في مجال النقل العام، وستؤدي صلة دور بالغ الأهمية في تحقيق هذا الهدف، حيث ستكون معيارا نموذجيا للازدهار في قطر، ونتطلع أيضا لمواصلة التعاون مع شركائنا في كافة المشاريع المستقبلية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعد مدير الدوحة من أهم ركائز منظومة النقل المتكاملة في دولة قطر، وتجسد صلة هذه المنظومة الشمولية التي ستعمل على تعزيز دور قطاع النقل لتسهيل حركة الأفراد، ويسعدنا أن نكون جزءا من هذه المنظومة التي تنسجم مع مساعينا الرامية لتقديم تجربة تنقل استثنائية. يلعب التكامل في شبكات النقل دورا هاما في إيجاد الفرص وربط الأفراد ببعضهم ومساعدتهم في تشكيل حياتهم. تعمل صلة على توحيد البنية التحتية لشبكات النقل في قطر، وتعد خطوة هامة للتقدم نحو مستقبل حيوي مستدام. وانطلاقا من دورها الرائد في تبني الممارسات والسياسات والبحوث المستدامة، يسر مؤسسة قطر أن تكون جزءا من هذه الشبكة المتنامية التي تربط بين أنحاء دولة قطر بشكل عام، وكذلك مرافق المؤسسة من خلال ترام المدينة التعليمية الذي يشكل جزءا من صلة. تقدم دولتنا مثالا يحتذى به في التقدم المستمر والإبداع المتواصل، سواء في مجالات الثقافة أو الهندسة المعمارية أو حتى ريادة الأعمال، وتعكس صلة هذا التوجه من خلال تسييدها لمعاني الكفاءة والحداثة، وأهم من ذلك الاستدامة. نفخر بمشاركة مشيرب العقارية في هذا المشروع الرائد.